سمير، يعني في ظل هذه التطورات وانطلاقا من تفجير أجهزة البيجر وإلى الغارات اليوم، هل نحن مقبلين على غزة جديدة في لبنان؟ بالفعل يا أستاذة قرى جنوب لبنان أصبحت صورة من مناطق غزة، من خان يونس، من رفح، من الوسطى، من غزة، من الشجاعية، من التفاح، من الدرك، القرى. لكن هو الإعلام دايما مشغول بالاشتباكات، ومطرح ما الاشتباكات والتصعيد موجود، لكن من بداية ما بدأ موضوع ما يطلق عليه قواعد الاشتباك وهو في كم خسائر غير طبيعية في قرى الجنوب، وقرى فقيرة وأهلها فقراء يعني زي أهل غزة. لكن اللي بيحصل دلوقتي إن هو نقل عمق الاشتباكات للهرم 100 كيلو من الحدود في شمال شرق لبنان. الأمريكان طلبوا من الرعاية الخروج من لبنان، وقالوا اللي ما يقدرش يخرج يتواجد شمال صيدا، يعني المناطق من صيدا بخط عرضي وحتى الحدود مع إسرائيل غير آمنة. المناطق دي في المرحلة الأولى هتتحول إلى غزة. القنابل اللي بتستخدم نفس القنابل اللي هي شديدة الانفجار، واللي هي بمئات الكيلوغرامات منها الألفين رات، بتطلق في اغتيال إبراهيم عقيل. العمرتين اتهدوا، 16 من حزب الله، 35 من المدنيين. ده اللي بيحصل. وفي بيروت في الضاحية الجنوبية، وتم استهدافه من بعد بطائرة F-35 أطلقت ما بين طلقتين إلى أربع قنبلتين إلى أربع قنابل. قنبلة وصلت 20 متر تحت الأرض، يعني لا خنادق هتنفع ولا أندر جراوند هينفع ولا مخابئ هينفع. لما حزب الله بيطلق طلقة يذهب الإسرائيليين إلى الشيلترز، المخبأ. الشعب لبنان ما عندوش مخبأ، يعني انت داخل حرب انت ما عندكش مخبأ، انت ما عندكش جهاز اتصال مؤمن. نعم. انت عندك قبل ما تبدأ الحرب على الاقل 2500 من قياداتك مصابين، اغلبها اصابات في العيون، اصبحوا غير قادرين على الابصار. انت ضربت 10 صواريخ في اتجاه قاعدة رامات دافيد لم تحقق اصابة، ثم اطلقت 150 رشقة هنا وهناك، رشقة أصابت مزرعة أبقار، أصابت سيارة، وخمس إصابات طفيفة. في مقابل يعني مراسلين القنوات دلوقتي عمالين يحصل قتلى والمصابين في مجموعة غارات زي ما سيادتك بتقولي وصلت ل 300 هدف. قبلها بيومين مجموعة بيوم 180 غارة أصابت 400 هدف. إحنا بنتكلم في حرب بدأت. لكن دايما الاسرائيلي اللي الجيش الاسرائيلي بيعمل ايه على المستوى السياسي والعسكري؟ يقول لك دي عمليه محدوده، وتفضل الناس مستنيه منتظره متى تبدا الحرب. الحرب بدات بالفعل، هو في الحرب اكتر من اللي بيحصل ده. عدد المجهود الجوي الحربي اليومي، عدد الغارات، عدد الاهداف، عدد القتلى، عدد المصابين، عدد الاهداف اللي تم تدميرها. الحرب بدات، احنا في حرب لبنان الثالثه بدات بالفعل.